ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لاهاي الصحفي والإعلامي الأحوازي عيسى مهدي الفاخر. مرحبا بك معنا سيد عيسى. أهلا وسهلا فيك، حياك الله وبكل كادر قناة الرافدين. منظمة العفو الدولية تحصي 106 من القتلى في تظاهرات إيران من 21 مدينة إيرانية خلال الأيام الماضية. هل بدأ الحرس الثوري يتعامل مع هذه التظاهرات بهذه القسوة وآلة القتل؟ طبعا بكل تأكيد، الآن على سبيل المثال الأحواز، الآن الأحواز محاصرة، كل مناطقها محاصرة من قبل الحرس الثوري، القوات الخاصة، وأيضا حتى بعض المناطق الآن هنالك تواجد من روحياتهم تحلق في السماء لتلتقط الصور من تواجد المتظاهرين، ومن ثم تأتي قوات الحرس الثوري لتقتحم المناطق. حتى هذه اللحظة هناك، أنا أأتي لك بالبداية من الأحواز، بعض المناطق الأحوازيين أو المتظاهرين الأحوازيين أغلقوا الطرق أمام قوات الاحتلال، مثلا طريق الأحواز المحمرة تم إغلاقه من قبل المتظاهرين، طريق الأحواز عبادان أيضا تم إغلاقه من قبل المتظاهرين، طريق الأحواز تستر، طريق الأحواز السوس هذا تم إغلاقه من قبل المتظاهرين. ولكن الآن قوات الاحتلال تأتي من خلال من محافظة عيلام إلى السوس، ومن ثم عن طريق جبل مزداخ، وتدخل من مدينة الحميدية إلى الأحواز، تأتي التعزيزات أو تعزيزات قوات الاحتلال لتساند القوات المتبقية في الأحواز. نعم، لكن كما هو معروف هناك مظاهرات في أكثر من مدينة، يعني ما يربو عن 20 مدينة في إيران وليس فقط في الأحواز. دعني أنتقل إلى ما أعربت عنه الأمم المتحدة من قلقها من استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين. هل يكفي الإعراب عن القلق في ظل تساقط القتلى المستمر؟ طالما هناك تعتيم إعلامي عن ما يحدث داخل كل هذه الجغرافية الإيرانية، وهناك حجب على مواقع التواصل الاجتماعي، المعلومة لا تصل كاملة إلى الخارج، أيضا لا توجد هناك إدانات دولية لما يحدث من قبل الحرس الثوري، بكل تأكيد ستستمر هذه الاعتقالات، سيستمر القتل، وربما حتى هذه الإحصائية التي أعلنت عنها منظمة العفو الدولية حول أن 106 أشخاص قتلوا، الإحصائية أكثر، لأن فقط في الأحواز ومدنها فقط في الأحواز أكثر من 40 شهيد. نعم، أي بمعنى القتلى الآن أو الشهداء الآن العدد يفوق هذا العدد الذي تحدثت عنه منظمة العفو الدولية. المناطق السائرة الآن ضد النظام الإيراني، إحصائية منظمة العفو الدولية تقول 21 مدينة، ولكن طب يعني بناء على متابعتنا لما يجري في الداخل وتواصلنا مع الداخل، الآن أكثر من 40 مدينة الآن فيها مظاهرات. نعم، حتى مواقع أو وكالات الأنباء الإيرانية هي اليوم تتحدث وتقول، يعني مثلا على سبيل المثال الأكثر المناطق هي سائرة، اصفهان، الأحواز، طهران وشيراز، ومن ثم كرمانشاه، هذه المناطق هي الأكثر سائرة. طيب عدد القتل سيد عيسى، معذرة للمقاطعة، بماذا تعلق على بيان الجيش الإيراني الذي صدر اليوم واصفا الحراك الشعبي بالمؤامرة؟ هذا ما كنا نقوله سابقا، لا يختلف الجيش الإيراني عن الحرس الثوري، فكلا يعني الجهتين هم للحفاظ على النظام الإيراني، لا أحد مثلا يأتي ويقول أن الجيش هو يحمل الروح الوطنية ويحرص عن حياة المواطنين، بالعكس الجيش لا يختلف عن الحرس الثوري، والآن هو يتبع نفس العقيدة وهي عقيدة تصدير الثورة، لا يختلف عن الحرس الثوري إطلاقا، ربما إن سمحوا له سيرتكب جرائم حتى أكثر من الحرس الثوري بحق المواطنين العزل. المواطنين اليوم أو المتظاهرين لا يمتلكون شيئا سوى الحجارة، سوى يدهم، ويقذفون الحجارة نحو القوات التي تداهم مناطقهم. الآن اعتقالات بالنساء، يعتقلون حتى المرأة، يعتقلون حتى الفتاة. اليوم من لديه جريح على سبيل المثال في الأحواز وتقوم بنقله إلى المستشفى، يقومون باعتقالك أنت، يقومون باعتقالك إن نقلت جريحا.
هذه كلها جرائم، ولكن مع الأسف الشديد يعني العالم اليوم يعيش في عالم آخر لا توجد إدانة لما يرتكبه النظام الإيراني. تمام، أشكرك سيد عيسى مهدي الفاخر، كنت معنا من لاهيئة الصحفي والإعلامي الأحوازي.